Hi all, I'm Amr Abdelal. الله يمر حلقة داية هو أحد أشهر الثدييات المستوطنة جزيرة مدغشقر الواقع على الساحل الشرقي لقارة أفريقيا. يعيش الله يمر حلقة داية في مجموعات والمعروفة بتروب، ويعيش الله يمر في الغابات ويقضي معظم وقته على الأرض على الرغم من كونه متسلق جيد، ولكن يرغب في البقاء معظم وقته قرب الأرض أكثر من البقاء على الأشجار. يتغذى الليمور حلق الذيل على الفواكه وأوراق الأشجار وخصوصا أوراق أشجار التمر الهندي، فقد يقدر الليمور حلق الذيل على تناول نصف طعامه من أوراق أشجار التمر الهندي في حال توفره. والغذاء الذي يتناوله الليمور حلق الذيل يختلف عن الغذاء الذي تتناوله باقي فصائل الليمور، وذلك كونه يميل إلى قضاء وقت أطول على الأرض، فمعظم غذائه من لحاء الشجر والحشرات الصغيرة وبيوت العنكبوت الخيطية. والليمور حلق الذيل بطبعه يصدر الكثير من الأصوات المزعجة والمختلفة من تصفير ونباح وزمجرة وتغريد، فقد تسمع منه أفضل الأصوات كطائر مغرد، وقد تسمع منه الأصوات المزعجة. ويتواجد الليمور حلق الذيل من ضمن ما يقرب من 100 نوع مختلف من الليمور، والتي تستوطن جميعها جزيرة مدغشقر. ويعتبر الليمور الفأري هو أصغر الأنواع، والذي يزن ما لا يزيد عن وزن فأر صغير. ويأتي السؤال هنا، هل يعتبر الليمور الحلق الذيل أحد فصائل القرود؟ الإجابة لا، على الرغم من أن القرود والليمور متشابهان في كثير من الجوانب المختلفة، إلا أن اعتبارهما من نوع واحد هو خطأ شائع. فالقرود والليمور من فصيلة رئيسية واحدة، فالليمور ينتمي إلى البروسيميانز والقرود تنتمي إلى الآبس، وتعني كلمة البروسيميانز ما قبل القرود. وتكاثر الليمور حلق الذيل وينجب صغيرا واحدا فقط في كل حمل للأنثى، وعلى الرغم من كونه أحيانا ينجب اثنين لكل حمل للأنثى. وتحمل الأم الرضيع الصغيرة حول بطنها لمدة أسبوعين من الولادة، ثم تقوم بحملها خلف ظهرها عندما يشتد أجسام الصغار قليلا. ويتعرض الليمور حلق الذيل لخطر الانقراض في الطبيعة، ولكن بسبب قدرتهم على الإنجاب في الأسر، فقد تجد أعدادهم تزيد في حدائق الحيوان والمحميات الطبيعية. ويواجه الليمور حلق الذيل الكثير من التهديدات والتي تؤثر على أعداده، ومنها تدمير البيئة التي يعيش بها، وكذلك اصطياده ببعض القبائل تتناول لحمه كغذاء. وكذلك فإن انتشار تجارة الحيوانات الغير قانوني جعل منه فريسة للصيادين الباحثين عن المال والراغبين في اقتنائه كحيوان أليف. فهل لنا أن نتركه لكي نستمتع بجمال هذا الكائن الجميل والملقب به الليمور حلق الذيل؟